هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين بخير مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا ما راح تطلع من هذا المقطع إلا راح يكون معاك اللي هو فاس الفايكينج وخوذة الفايكينج. طبعا هذول الشيئين من أندر الأشياء في لعبة Red Dead Redemption 2، وفي هذا المقطع راح نجيبه إن شاء الله. طبعا مكان الفاس والخوذة راح يكونون في هذا المكان. طيب هذا المكان بالنسبة لي المخيم حقنا راح يكون هنا زي ما تشوفون، هنا المخيم وهناك راح يكون المكان اللي نبغاه. طبعا مو قريب، شوية بعيد من المخيم، لكن شد حيلك لأنها نادرة جدا. لما توصل للمكان اللي حددناه راح نمشي شوية شوية شوية، والمكان راح يظهر معانا على يدنا اليسار زي ما تشوفون في الجيم بلاي، زي الحفرة كذا او زي الخندق راح تنزل فيها وراح تحصل اللي هو الفاس الفايكنج. طبعا الفاسات في لعبة Red Dead Redemption ترمي، ما تحارب فيها، فقط راح ترميها على العدو، يعني ما تقدر تحارب بيها ماسكها بيدك وتحارب بيها، لا. الفاسات فقط ترمي في لعبة Red Dead Redemption 2، لما ترميها تقدر ترجع تشيلها مرة ثانية. بالنسبة للخوذة راح تكون في جوة الكهف هذا الصغير، راح يكون في اللي هو خوذة الفايكنج. راح اترككم مع المقطع وراح تعرفون مكانها بالتحديد. زي ما شفتوا في الجيم بلاي مكان خوذة الفايكنج راح تكون هناك زي ما شفتوا قبل شوية. طبعا كذا يكون خلاص معاك اللي هو فاس الفايكنج وخوذة الفايكنج في المكان هذا فقط. ننهي المقطع، يلا ننهي المقطع. بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. سلام.